زبنو حاثو عاثي علي معلي موثو إذو بيدو دوبينا ونطرينا إيهيوثو إي يورتوثو سريويتو أرومويتو وبقول رومو دمينا تيحي تيحي سريويوثو تيحي سريويوثو تيحي سريويوثو لا علي ما تودي غلبة ميقرو ماتاي تودي غلبة لزمرتو واسمتو احنا بنايد بثنهرين تودي غلبة فرجون ميقرب شينو بشلومو اهديتو التحرستو حيثو اديما مستوديو تسريو سات جوتر صوت المانيا فرجون ميقرب اديما اي تحرستي ذن ديلو نويتو يو كمانو ديلو نويتو اش بوش كلانو لسمني تحرستو عم ارحم ميقرب اثن مدربو رحوقو اثن مواثرو اسرائيل ثلاثة عسري عليمة وعليموثو دا أثن لو ريفيت كتنة بدكو ثاني بألمانيا بهولندا كو كورخي سامي طويولو احنا استحزيلا شافيرو دا ميدينا نلو استوديو سامينا تحرسو عمي محكلا نشمو علو أثرثي ايدر بوكو عايشي إعلام وثثي وعام التامو ايدر بوكو عوش ومثيثة ألمانيا استي ايدر بوهاوي ومنا ثي عمي منا بعيد حوزن بألمانيا عدو قد يلفينا غلبة طوو كيت أعمي حوثو نيفيل إلياس خلول مخول إلياس نيفيل مخول إلياس حوثيدا بشينو أثيات تاود المور كيتو مترجمونو هنك مفرجون ميقرك مشغولي بليشونو عربويو وليشونو عبرويو ونو حمد تراني ليبي وإنجليشو سليبي كتلي ترين ترجمونا ديو محاصي حيصويو وميقرو ملفونو فريت يوحانون اللو ليشونو عربويو وميقرو ملفونو جيفرجيس آجيس كتيو هيست أعمي هاني كميومي هيست بولي شونو انجليشو هنا قدو اسني قوثو قد معاولا وكل غبشينو بشلوم عثيتو أم فرجوني سبشينو بشلوم ولا فرجوني ويلكم وموسيقى ريضا نو ما تاستي بقاودي تحرسو ازيك زومار لنزمي روثو حرين ازيك شمعين نزمي روثو باسيمي مومي اقرو دو ما تاي بيقا ميتو كوبعنو دمشان نو ميحوثو نيفين وما ثياثة ألمانيا منيو داثن لأوروبا وما ثياثخو مالفونو يوحان دمات لاني معنا دو ما ثياثخو داثيتو ألماني بسو كولي ذا منيو لأوروبا كولا ونسك دو مانو بشينو بشلومو أبخو بشينو بشلومو بفرجونت كتني حاضيري هركي بابوتي كولي عم يسأل ملفون وما روجة بالبداية إنه هو شو سبب زيارتكم على ألمانيا أو بشكل عام على أوروبا سواء هولندا وألمانيا أو الشغلات هذول؟ زيارتنا كانت لألمانيا مع الشبيبة عشان يلتقوا بالجماعة الأراميين السريان الموجودين بأوروبا
وأكثر عشان يعرفوا كيف السريان هون حافظوا على لغتهم وعلى هويتهم، يشوفوا مش مثل ما يسمعوا. ملفونك موسى بدي سوع يعني وعلته دي سوع رثيذا لرك الأوريثي هي مطلا إعلي مثيذا ميتامو قناة حوزن أعلي مي دسري أورومو هركب أوريثيستي أيدر بكو عيشي أيدر بكو سيمي ودتري أيدر بكو قاديري أعلي ماني ديذن كتني هركب أوريثي د فيش مجولي بولي شونو سريويو بحفظ عليه ويثاثة سيبدكو ثاني أيدر بحزل خو أمو زوغوي هاو دالمانيا أوروبا شلون شفتي الجو بشكل عام؟ الحقيقة الجو بألمانيا كتير حلو. هولندا؟ هولندا كمان. عنا كتير أحمى، عنا بكتير أحمى بس كتير لطيف، واللي لطفوا الناس الحلوين الطيبين اللي زيكم. طبعا كم أؤمن شمئي هاو هركب من شب بألمانيا وبهولندا حزلتكم الغلبة باسيمو غلبة الشافيرويو قابن بواث رغتكم رقابية شاحينو يزد مركهش كم ميدا تسملو ميدان وهي شافر موخا نفو ثاني انه شان يتكم رد حزال الابي وميدا حزال من شافر لهش وميدا داتينا جبون ديفه غلبكم في صحينا في صحينا غلب داثيتو عليم وعليموث وهركدا مو وثروت اسرائيل وكم شطبهرينا تكتلا نحوث وحنون تامو كنت هند نس انتريس تحوزن هرك وعميضا اسريو اوريفي داثيتو اللي حزيتها غلب صحينا بو مثيضهم قول احنا كمان مبسوطين كثير طبعا بجيتكم بزيارتكم وخاصة انه الشبيبة جاية عندها الاشتياق لانه تتعرف على اخوانا وعلى ناسا هون باوروبا فاحنا كثير مبسوطين وكثير مسرورين بجيتكم بيناتنا اليوم تودي غلبة فرجون مقرية ام الفونيثو نيفين كيبا بسيريو من جغولوستي بكثوبونو كيبا نقاوض مشيلنا شوال كثوبونوستي مينا مشانو بسيريويو يسألك بسرياني بيقول إنه الملفونيثو طبعا قدمك إنه بتحكي كثوبونوي بتحكي اللغة السريانية الفصحى. بايدو فنيثو إسرائيل حويتون في أي منطقة من مناطق يا إسرائيل بينا مر لي بينا فنيثو إسرائيل كوحوين فرجون مقر إحنا جايين من شمال إسرائيل على الحدود اللبنانية موجود من عنا من قرية الجش وكفر برعم ومن فصوطة أن كوثن مو قربي إسرائيل على تحومة دي دولة لبنان مترتق رياوثي إسرائيلية كون بخسرايو أساميون شو كانت فصوطة الجش وكفر برعم فصوطة برعم شامعنو تمام هاني ثلاث قرياوثي كون بو قربي إسرائيل قاريو متحومة لبنان قرياوثين كل سريوين من أو كيتو خليطة سبينو ثي يقول غالبية السكان اللي عم يسكنوا هالمناطق هم سريان ولا في مختلط موارني كاثوليك روم مخلط كم كيتو مورونوي كيتو روم كيتو كاثوليك اما كل سريوي كل سريويني بيحكي بالاصل بيقول انه الاصول هي الاصول هي سريانيه بس ايلن كل سريويني يعني بالنسبه لنا بيقول احنا اصل الكل تماما بيعتبر سرياني باعتبار انه كل حق زليعتهم صالي والارول كل سريويني بالنسبه لنا كمان الكل بس للاسف ما حفظناش عليها يا كمو احنا قابا نستيخوا كمينا وشرشوت كولا سريويو كمو عم كل حبول احنا لو نافقين مورو لو ميدانو موخو هاونا ميدونا نستيخوا على اخوك دو مروي انه انك ميميق مستي سريويو محشوي او بهويته عربي و اي دربوا عم يسأل انه انتو بالنسبة لألكن كدولة شو محسوبين مثلا بالهوية مكتوب سرياني مكتوب موراني مكتوب يعني شو القومية المكتوبة بالهوية إذا مكتوب لحد سنة 2014 كنا بالهوية مكتوب إنه إحنا مسيحية عرب الديانة هي مسيحية والقومية هي عربية بسنة 2014 الدولة اعترفت فينا كمسيحيين إنه إحنا هويتنا قوميتنا أرامية فمن سنة 2014 صار فينا نغير بالهوية القومية من عربية لأرامية والديانة مسيحية وفينا نزيد كمان حد الديانة موراني روم لاتين أي شيء بس إنه القومية إحنا أراميين تمام هي كمو كتو هل شادو ترلفو أربح صار قانونو بإسرائيل إنقايو إنقاديو نفوس أو دي هوية كثيوة إيبك ثني أمشي حوي عربوي عرب نيوة يعني خد توديثه خد ديانه مشي حويني وقوميتك في لوا عربي وما ترى الفور بحصر ولا فاركي نافو قانوني كتلة كل حق سمي اعتراف أبيت كتني أوروموي فاكو كتلة مشي حويني توديثه إذا وإي قومي إذا كوي بحالات أورومويو ومن دوبع استيكوث وبربندي ذاكو بحكوث ومورونويو من كاثوليك من
من توديته أو ميدة كبع كوتو كيف كوتو تام وحق دي دولة كلك وقوة ثانية لك فرقه هنا قد حل في القومية ملفوني عم يسأل على حقوق المواطنة أنه إذا بدلتي مثلا شو اسمه القومية أو الديانة أو كذا من هالشكل تاخذوا حقوق المواطنين الاسرائيليين احنا ان كان قوميتنا عربيه ولا اراميه ولا اي شيء في مساواه في الدولة احنا بناخذ ماخذين حقوقنا بالكامل مثلنا مثل اي مواطن موجود في دولة اسرائيل يهودي عربي درزي اي مواطن كموكيت الشويوث بين لا من شلا عمدي دكتور كله لكثر قهيون سوريايتو دمنا أو روميتو يونو عربية ويونو درزية من تبي إسرائيلية كميدون حق أزق بيخد أي برنوشة كحوية تحت دي من شوية طب شافير أنا قمنوا هذا قريلا الخد ميديتو إيه يوثو أو روميتو مادام عربويتو وقيو هاني من نار بحصر قيمة قملاتو وقي بصر من نار بحصر ما حسخو من يد ما حس للخو دميديتو إيه يوثو أو روميتو ملفونيثو كمان عم يسأل هون يقول شو كان السبب أو الدافع اللي خلاكم تبدلوا مثلا القومية من العربية إلى السريانية الأرامية أو قبل طبعا هو السؤال هيك كان أنه ليش قبل مثلا ما طالبتوا بهالشي هذا إحنا من بداية من ما قامت دولة إسرائيل ولما إجوا أعطوا الهويات إحنا قلنا أنه ما بدنا نكتبوا عربي على القومية بس ما كانوا يفهموا أنه إحنا أراميين منين طلعتوا أنتوا عم تحكوا عربي عم تحكوا عربي معناها انتوا عرب فما فهموا انه احنا مش عرب احنا بس عم نحكي اللغه العربيه فهن اعطونا الهويه مع قوميه عربيه واحنا حاولنا كل هاي المده انه احنا نثبت انه احنا مش عرب احنا بس انجبرنا نحكي هاي اللغه وانه هي لازم تتغير من خلال النشاطات اللي عملناها والاتجاه للناس المسؤولين واللي بيقدروا يساعدوا طبعا وسائل الاتصال الاجتماعي انه احنا بدنا انه نغير القوميه هاي تاريخنا هاي هويتنا هاي جذورنا وفعلا هذا اللي صار بسنه 2014 اثبتوا انه احنا اراميين وانه احنا بس كنا عم نحكي اللغه العربيه كتار من اورشليم ما قبلوا الهويه العربيه لانه فاهمين الخطه تبعت العرب بانه يمحوا هويتنا بالمره فهن اخذوا لإلهم الهويه الاشوريه ما قبلوا ياخذوا الهويه العربيه انا حسب رايي هن كانوا كتير اشطر مننا ما قبلوا ياخذوا القوميه العربيه بالمره احنا للاسف اخذ لنا وقت كثير تا اثبتنا انه لازم يغيروا القوميه العربيه لاراميه ونشكر الرب احنا حصلنا عليها بال 2014 طيب من فنكم انه احنا مي مشات تقايموا اي دوله اسرائيل مقايد لان احنا ختعامو مشيحويو عربويو قوميه يفيدمينا علمونا على المشغولين وقولي شنو عربويو لو قدر يود مستكلكو قدر تفهمي علينا انه احنا كمجغورين بس لشونو عربو بس احنا بوشر شو سريوين لتنا عرب ايه مبطر ميتعبو رابو غلبة خطات كومر سملا نافسلا حفوطي نشاطات غلبة كومر قائمينات مرض منا بمسائل طالب لن مني هل بحارة كومر تقادير يفهمي اميدان انه احنا كومر لتنا شرولك بشونو لشونو عربو لتنا عرب احنا سريوين مر منا قاي هو لن خط كومر وحقانو كم اوعام ايضا تكتوا بخسرة اورشليم مو يوم قاموا قادر وحي أشورية مدن حوية مهانا بقول كنا في قيوش أشتر مينا يعني قدري ود مقلين مثلا أكيد تكمر نطرق أنه الشاني كان يكون جو مثلا أولي شونان مشحلف على العرب ويمر ما قبلنا مهل مفهمي لأن أحنا طبعا تكمر طبعا ما مشتلون دي دولة قابية أنه يا عامو أحنا لتنا تكمر قد كوح شروط لن بس كوم جغلنا بولي شونان ولتنا تكمر إحنا بوشتر شو عرب بتر الفور بحصر مول الحمد لله تكمر مقبلة وميدانه ومن قايو كوم قروين حتى بنفوسات تستي امشي حوية ورمو امشي حوية سرية وهيك بتكون دولة إسرائيل هي الدولة الأولى اللي اعترفت بالقومية الأرامية وكم هو خاص تقعدكم حشو اي دولة إسرائيل اي دولة قاميتو دمقبيلة اي أرامية كم رخط قومية ببريثو كولا كيف هو ببريثو كولا صحيح جغلنا عموم الفونو جورج جيوارجيس لو عوجز شمو الفونو جيوارجيس حتى قالوا خاني عمية مين قدات نركي دك مالخط عمية مين قابو يعني مين خسر قيهت كمالخط عمية هاني ايولي ثدوحو يذو سريو تيب هلويو او خايم بريخ رمشو فرجوني تاودي المريض هاولان قادو اجي مستد حضرين عميخوم الفونو تاودي دي حباثكم وشفولو بدوكثيو الفونو كمارنو هاني كمو شابي
وحيود سريو تيبلويو هو اللي خبره لسي عوثو لحيود كتني بألمانيا وكتني استي بهولندا اللي كذوتو بيوم الثاني كل طيولو يوم وانو شلتني بابوتي وهو خاصي أمضى برونسي كل لتني بابوتي ميقم كمانو يرحو فلقو بوهند وينو هاو نسي كبلي نقحرت مشغولين على الميدا على الاسبوع ثاثي بس كمحوي كتلان سنيقوث ونخوث الحدوذي وميقود دو جونسي على هي سي غلبي شغيمويو يوم أشلو ميقوري إلي الله تصوبي كمارنو سي بثر شمعين على بو تلفون شمعين على بو تلفون طلب لي عمر من قادر معاون اونستي هوخا بيم حلوث هذه منو قاملت علي ميني حوزينا ومد دوثي منينا ميقم هوخا هوخا طلب لي واحنا استيخذ كومر فانينا من شافيرو يوم دوثينا عميد كرخينا عميد محوينا دكيوث وكدوتو صعبو يو إنا قدوث الممادن حدوث لاركي كيتو صعبوثو غلبي هاو خستي هاوي طلب وخد ملان كبلان بثرستي دي مشغولين علي تحرستو دهاوي بيومو ثاني وملفونستي اي تحرستو حيثو يو وكيتو شوولستي كومنو كوثيلان بو فيسبوك من دروحهم سي كبلي مشايل وعثيلا نشوولو قامو يستي إنا قد رحمت كبلي قوريني ودمرني مشايلين على هايستي كيتو ميقرد اندراوس يحقوب كومر اسري بسرويل كو غوري ام حدودي او من نخروي مشي حوي هانو يوشو ولدي يعني شولو غاو نويث كمينا حنجي امشي حوي كيتو غلب شكلات واحنا سي ان قد حيرينا غنسو نويث نحن نيذن امارو نويث سي هنك سميو ثاثي اورومويكو حشوي بس كت هنك سمشي حويني خد أي درب كتلة ملكوي كتلة روموي وسائرا يعني هوخا وشو له هركي أنا قا كجوريا محدودة أو كفيشي خد كومر بني خلطي لو مخلوطي وشو له هانو كبلهم شالت لا شو بقونه كتلة تلفون بصر دبينو فونو إذا هلا عمينهم يقرأ جوني مسو أم دبرونو دحيو يدو سريو روموي تيبلو فقود ملفون جوني رام شبريخوم ألفون مراوغة شلوم آلوخ على أرحي كل أم يقري ميقرو جيبرغيز أم يقرد دينا بين وكل أحنا نحوث داتن مصروي كمين ألمشينو بشلوم أحسن لنا تراوط الألمانيا الهولندا وطبي ستاو دي ساقي لوم ألفون ميقرو فريد دي ترجم ستامو فريد ألفون فريد تقديري غالبي أخل اسمي بيتح رفتو الو تویم کوی باسیم ولودو، بیام آنی هم بی تحرست و آموزه گنوسه بیش زیاد سی. میکرو آلمانی داشتن اوریفی ها هنو مجاب دحیوده سریو تی بلوی آثن آو ایدر بو سم خوا سریو تو عم حذوده. مادام بو تلفونت املا نیا سیرث خوست مقاد سیو عمو عمیدن کو حویب اسرائیل. یا تودی دشوال مفهوم مراقبی. قاعلين يعلم موسد أحسن أودو غالب مني مورانوي ني وكيتو كمو رومور بين السي وأنا سوري أمي أكون بوكاربيو لنا على بإسرائيل غالب باسيميني يعني تتر محصارشني أمام دبرونات أريشوني خدوم يقرد شادي خلول حوروني قريبنا محدودي وعني إشني سيك مشغلينا الحبيتوتو محدودي وكل عودة هذي دمينا قادرين تسمينا ميدم حدود دي علي موتو وكتلان إسوري بعسيمي استي بعيني زبنو أم أسريو أورتودوكس سريو كاتوليك وروم أورتودوكس استي حريني تكون بورشلم وبيت الحيم عمي استي بوزبنو فايد تمنا حفيتوتو وكتلان صبرو بوزبنو دوتي عمي استي قد سمينا في دوتو مشاوت في أم كل وعميدا هو سريويو أو أورومويو بإسرويو وكبان ألو دربانو استي دمانو تاوديوتو ميقوم كله لشو توتي دمشتاو تافي ميما درشت أكاديمية دوخيو دو تيبلو يوم أعليني دوخيو دو سريو دو ألمانيا أحيو دي سريو دو أفرانوية دو ألمانيا دو هولندا وما في عوتو دو سريو دو سات و كل ما يستي أحضري دو مستقبلني بيوماني أحاروي بعد دمانا كل حماني تاودي غلبي أمام عضروني أبتاقوري دو قادمي أو ما خفي وطع نايدان سي كمينة تاودي سا
ساقي الكل حامنية وقالت سوبيس هانو شكل تحيسو يلوها ميدا وين مورو لي على مسايدا وبضل كستي خدومي خدوقي بس او دوميكم عبرنو لنفاضيلة القدرين تعودين علي حدو يوسو دي مسايدا ايم سايدا غنس رابسو يو غنس شافرتو يو كيبا بردي غالبة مشاحل في بقوني كله انا فايم سايدا استهو خيو انا قد حيرينا تاودي توني مدينو كتلان خد امسو خد عامو كتلان اي تاوصو مشاحل في انا فا احنا انا قد دبعينا ميزة ببريساتي انا قد دبعينا دعيشينا ببريساتي ودمشاو شتينا معقمينا وعامانو ديدا امولي شو نايدا يمردو سايدا كل ميزة كلوزم جربينا ودينا وكنخينا عليه حلو يوسو لك مكفي دمينا كل حاملينا حيرينا بيه تذكرنا هادوم ديدا دمينا ايه تايدي ايوم سايديو هو خلقوه او خهابي بموشنان يحاروه الو خسته لو قدرينا نطينا لمدوني رابي لشيشوت رابي ببريتو الو احنا خفيوز السريوريتي بلويو اما حيوديدي أنا صرنوية وأم سريوية سات وأم حضريدا كله قعودينا كلنا ليحدو يوسو ولو تقوي ولو روم رومو دينيتو ودعا مستد كل عيدو عامو تقوين لرغلو ما حسين أحزوزي دمينا إحنا أشير شايدا عينيني وأديو ما أشوى ليدا سي تقريبا خد أحزوزيني وهو مستقبل ديدا وزاق نضيف دوتش دي عينيو كتخو هاو خبال كي بيتحرستو دعليمة دزي مركز تل إسرائيل هاو شلو حضركم ميدوخا كتلان بو بروغرامو ميدانو مالفونو قعودينا ألو شوالانو ميقل كموشني أدانو وام جروب لإسرائيل كبو كوري لو بفنقة هاو كوتي بول بين الشاطو ميقل ميكرونا ترافوس منحصر ديو جروب رابو حضارو لامش مدخي لتي بلو يعمحيودي أزم تاريخي وإسرائيل كولي وغالب من أي أقلاب أليمون طبعي إلو جوزة بنود أوسي قعودين ألو شوالانو ستي بفورنو إيه شافيرو دو بعد مشغولة تعمي كمو ميلب إنجليشو كو شمعي كل قولو لا أين بفورنو Hi everyone, welcome again in the studio Sirioisat. This is the Aramaic speaking satellite channel, TV channel, as you know. I hope that so far everything is going according to your expectations, according to your wishes, and that you are spending a really beautiful time here in Germany and in the Netherlands. And God willing, we will see each other tomorrow in the monastery of Warburg with our Bishop of Germany, His Eminence, Mordphiloxenus Matthias Naish, who is really an amazing person, in my opinion, like a living legend, one of the saints, one can say, and you will see it with your own eyes. And I'm sure that the love, the hospitality, and the support our people have shown to you, starting in Ireland with our two churches, our two member associations, representatives of Sirioisat, when you went to Gronau in Germany, when you went to Enschede and met our representatives and the priests of the church there, St. Jacob Church, and you have seen the headquarters of Sirioisat and our federation. And you also have seen FC Aramea, the football club, Platform Aram, which you have visited, Tour of Islo later. So as you have seen, like we have built a strong Aramean infrastructure in the diaspora. You have seen only a glimpse so far of what we have built up as a people here in these two countries. We have similar structures in Sweden and throughout Germany and the Netherlands. We have many more churches and member associations who are very active in uniting the people, in bringing the people together, in organizing cultural activities, in awareness events. And yeah, we look forward to send a group of youth also to the Holy Land so that we can continue our work together of being aware that we have the same past, we have the same questions in the present, and that we also have a joint future. And that we have to work towards this by uniting our people wherever they live, strengthening our people so that we can rebuild the Aramaic nation. And this has been our message as organizations. And I would like to thank each and all of you again for your participation. You, as I told you the other day, you are tomorrow's leaders of our people.
And we, as you have expectations of us, we have also expectations of you guys and girls, that you take responsibility for the questions you face in whatever country you live, whether it be Israel or Germany, the Netherlands, or any part of the world, that you engage with the questions of our people and serve the interests of the Aramean people. And again, I would like to express my sincere gratitude to everyone who has helped serve this Aramean Youth Camp 2022. I would like to thank Naveen and Aileen, the two leaders, and also Shadi Khaloul. May God bless his family and his child, Orum. We pray for him that God will show them a miracle and heal Aram. And yeah, I just want to thank you again for joining us here. And hopefully, God willing, we will see each other tomorrow in the monastery. And I wish you a beautiful evening together. Taudi, taudi, Johnny. تعودي يقرجوني مدحرين مدحرين وكبع الدمة عليا سيروث بين لحيو ذو سيريوتي بلويو وأعمي كماناش مملك يعني كبعيتو المحاذيتو عامي ذن كمانو خايو ونيشو دلو فرشونو دعيتو ومد تفاهمنو لو اي نو خمال اي نو احنا كلوزن فهمين احدود اخد امسو ولكل حامرين دوما اي سيدي اي ام سيدي يو قلت دومينا بما تلتتاتي اي ام ساتي ديزان بتحنيكا كريشو قفشرينا ولقو برينا مقوينا ومقوينا اي ام سيدي تودي هنورين يطو تودي وبعنا دعاء مستيد شو معمين خوخو ميدانو تودي غلب ام يقرجوني تودي لوك مدفون رحيمو ولا حاضيري كله ولا فاجوني كله بابوتي وطبينا فون أحرفتو بعثمتو و الو سو بستي غحزينا هيزتر عليني علي موسى دم قدمي كلوز كنا قد سمينا قيتوسو لوقو يوم دو عمانو وعمانو دماء حس بروحي بشو ليزي ودماء قم حدوزي مقوي حدوزي عاني ني اني شي نشو تو سيدا وكتوبينا كنا فحري دو تحرستو باسمتو والو سو بغحزينا حدوزي اغرو برامكس بيدا يريدا يرحمتو مبارفتو دموريا دسرو مباربور تودي تودي لا مدام ايه فهميت مدت والله بو انجليش انا لا فهم نكتاد فهميت طو ايه فهمت على الفون جون اشتغل ايه انا يعني اني شد حيو ذو اني شد حذو يثو دعاء والله بطوي اوقا لو كنا قدمينا هانك ملكوين هانك نسترنوين هانك مورونوين وخلت كل العام وسيريو حتى ح قطوره او خير كمان من الفونه بثر سيد وانا استيك دو بين ترجوم علي علي تحرس او مروي لهم يقردوا جوني تاودي الي ادي تامك بلان دمينا خد كومر ايش مو زتر موضعنا وعامو من سمي على موثو ومن لايكو ازني ومن كيتش قامو ثينا كمان هاي لو لو بثر هاي كمان كمان وميقروماتها محضر لروح لزمرتو شمعين زمرتو وبثر مشغولينا نعم ايه عدو شمعين زمرتو موم يقرومات هيت
قعدوا سهروا نجمة حوي بش معيو نخرايتو الهيقتوهات ليش حانثو دايما سريايتو هاولي حزيتو قعدوا سهروا نجمة حوي بش معيو نخرايتو حوزينا حيرته إن حيرته كتلخ عيني طرنا روخ شايدي تفلشم حيري إن تيحي 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 هش معي نزمير وثمو ما يتلت وي حاريتو تودي غلبي الفون فايشين ابو شو ولد شايلا نوا تو شو ولو كيتو حاكم شايل بو بو فيسبوك كومر وعام ايضا تامو كومي زوغي محذوذة مثلو خدام مارونوي كومي زوغي عم نسطورنوي او ملكوي او روموي روم او اي دربويو ملفونيتو طبعا الحلقه شو اسمه على الفيسبوك كمان عم بيبثوها فعم بيجي اسئله من هنيك كمان فاجا سؤال للملفون وهنيك عم يسال على التزاوج ما بين الطوائف تنسميهم المسيحيه بين بعض شلون هو مثلا موارنه مع الكاثوليك مع السريان مع غيرهم في حريه بالاختيار بين الطوائف في كنايس اللي هي البروتستانت اكثر في عندها حفاظ اكثر انه ما بيقبلوا المعموديه تبعنا في هيك شغلات بس احنا منفتحين لانه يتجوزوا مش مهم شو بس بالاخر المسيحيه كمو جابر كيت حيروثو غلبه مي خسراثه ليت جابر قطره خد كومرد من مدينه محدوده كيتو ابروت جابيه هاني لك مقبل اي معمودي ايضا خد مشي عندنا خد سريوي ومهانك بركي كتش مت قطره قالوا انا احرينه كله ليت جابر خد مروح قطره ومدى مهم بحارته انه بيتو يمشي حي ولا مدى حرينه انا وشو ولا تعودوا فيسبوك ايش كنت شو ولا حرينه هيك اثيلا امرومي امير خلول ريشا كوبي اشلوم اي قوري كوم شلوم الكل خون رحيمه بني اورم بقولوثو والسعون الخون عليمي دغليلو بسرويل كوم شلوم الكل خون عم بيسلم عليه طبعا معروف من قبلكم اكيد هو صبرنا أحويد شاديثة أحويد شاديثة مشان بشلوم أبو أمير بعدو أحاورو نكفت حيو تلفون دو شاديثة مش غولي نعمة إيه هو خاوشو ولا
من حفي طوثو كتخو تامو قابيخو بونو طورو دولي شونو سريويو ديو مثوخا من شو شوطة كيد بندي علي موثو بندو عامو مدارس ميدونك السؤال عم بيقول شو هي النشاطات اللي عم بتمارسوها هنيك عندكم أو من خلالها بتقدروا تحافظوا على هويتكم على لغتكم على وجودكم بشكل عام؟ في عنا كتير نشاطات. أول إشي في عنا المخيم الأرامي اللي هو عم نعمله في قرية كفر برعم، هاي السنة رح يكون المخيم 12 اللي فيه منجمع الكل من كل البلاد، وكمان إخوتنا السريان الأرثوذكس بأورشليم كمان بيجوا. كمان في دورات سريانية كمان بالكنيسة وكمان أونلاين. ملفون وسامي إسحاق كمان من أورشليم مشكور على دورات اللي هو صار له سنتين يعملها، كمان من كل بلاد مفتوحة، حتى مش بس من إسرائيل وباقي المحلات مفتوحة للجميع. كمان في عنا نشاطات مع الشبيبي، إحنا في عنا مجموعتين فاتحين كمان بفصوطة وبالجيش، وكمان مفتوحة لكتير شباب اللي هن بيحبوا ينضموا، شباب وصبايا ينضموا ويسمعوا ويتعلموا عن هويتهم. كمان في نشاطات اللي هي عم بتصير بريت إسرائيل، مثل هالسنة هاي طبعا الشكر الكبير بيرجع لجوني ماسو اللي بفترة كتير قصيرة قدر يخطط لمخيم أرامي بألمانيا. عن جد خلال تقريبا بس أسبوعين خططنا وطلعنا. كمان السنة قبل سنتين طلعنا على السويد، حبيب دلمت شغاد كمان قام بمخيم رائع جدا جدا للشبيبة مع الشبيبة اللي موجودين بالسويد. كمان إحنا دايما مندعي من كل البلاد إنه كمان ينضموا هن لمخيمنا بكفر برعم. كل سنة عم بيكون عنا من السويد شباب وصبايا اللي هن بيجوا اللي بياخدوا معنا مسؤولية يعلموا اللغة كمان الرقصات، إضافة لأمير خلول ريشا اللي هو كمان له فضل كتير كبير بتعليم اللغة الآرامية بالمخيمات وكمان في نشاطات على مدار السنة، إضافة لشادي خلول. خلصت ملفونه هي كم احنا كتلن ماذا تلفون علي وشادي كمان راح يقول تلفون مدينة وشادي قال يقول تلفون بريخ رمشو ميقرو ملفون وشادي بريخ رمشو أي كان يثيك شوف حل مريو تودي مريو خول يزبان تودي أي كانوا يثيكون تودي ساقية في صحنان عالتون عمان التحرستو ديلان تودي الخون تودي الخون على كل مدين عبدين عبدين لان وعبدين ال الكل هون عمود أرمويو مستريون ديران تودي أي من سبريتون على سعروثو دا علي موثو وعلي مدي الخون لو ريفي لا بدي أحكي بالعربي غام وليت مش بالعربي باللبناني تمام أهلا وسهلا أهون لو عرب ولو لبنانويو إيه بدون لبنانويو تفضل نحن هون من جليل، احنا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية موجودين بالضيعة اللي هي اسمها كفر برعم والجيش، والمنطقة هون معروفة انه هاي المنطقة كانت بالزمانات كيف ما بيعرفوا من اصل المنطقة اللي هي سوريا الكبرى ولبنان، يعني هاي المنطقة كانت بلاد السريان كلها بلاد السريان والاراميين بلاد ارام، ونحن كشعب موجود بعده بهالمنطقه للاسف تشتت بكل العالم، بس نحن لازم نضلنا متذكرين انه نحن وياك وشعب واحد وموجودين بالاصل من هاي الارض، ولاجل هذا الشغله نحن عم نجرب نحافظ على لغتنا وهويتنا الاراميه، لانه هذا الشغله الوحيده اللي بتوحد كل طوائف شعبنا الارامي السرياني بالشرق الاوسط. نحن اللغه الاراميه والقوميه الاراميه اللي قدرنا نحصل على اعتراف من دوله اسرائيل بعد تقريبا 7 سنين شغل
على الموضوع هي اللي بتوحد جميع طوائف الشعب والكنائس السريانية الأنطاكية على جميع تشعباتها من سريان أرثوذكس، سريان موالي، سريان كاثوليك، كلدان اللي بيسموا حالهم كنيسة المشرق السريانية، اليوم صار بيسموا حالهم يمكن أشوريين، ما بتفرق معي، احنا كلنا شعب آرام سرياني، وكمان الروم الملكيين والروم الأرثوذكس اللي كان اسمه سريان ملكيين. عشان هيك نحن عم نعمل هيدا الشغل لنوعي ونحافظ على هاي الهوية ونضلنا على تواصل مع بعض كشعب أرامي واحد، لأنه هيدا الوحيد اللي بيقدر يقيمنا كشعب على هاي الأرض. نعم. فقوس. أنتوا بتحبوا تعرفوا عن فعالياتنا هون، يمكن بتعرفوا كيف اذا بدكم تعرفوا فوق طيبا هيدر بقادر ندم طينا له ميدانه يترمح كترملا. تفضل ملفون الشادي. قوز ملفونه. الاعتراف بالهويه الاراميه منه كان سهل بدوله اسرائيل، اخذ معنا 7 سنين شغل بلشنا فيها. انا علمت سنتين، انا وامير خلول، ملفونه امير خلول اللي هو كمان خيي، بلشنا سنتين نعلم بالكنيسة السريانية المارونية هون ببلد بالجش. كان في عندنا 95 ولد يتعلموا اللغة الآرامية السريانية لسنتين. بعد ما بلشنا نشوف انه في كتير ناس عم بتشارك وولاد عم بتشارك، طلبنا إذن إنه نفوت التعليم بالمدرسة الابتدائية بالقرية بالبلد. قدرنا نحصل على ساعة أسبوعية لتعليم اللغة السريانية. للأسف للأسف قسم من العروبيين ما عجبهم هال النشاطات والاعترافات اللي قدرنا نحصل عليها، وصاروا يحاربونا. يعني نحن عم نعمل شيء ثقافي اللي هو شيء تراث نحافظ عليه وهوية نحافظ عليها، للأسف صاروا يحاربوك سياسيا، ونحن مش هذا هدفنا. احنا هدفنا منه سياسي، نحافظ على تراثنا لغتنا هويتنا، هيدا مش سياسي، هيدا اشي تعليمي ثقافي تربوي، من حق كل شعب يحافظ على هويته. بس بسبب انه هن بلشوا يحاربوا العروبيين هيدا النشاطات، ما بعرف شو بيخوفهم انا بهالتعليم وبانه الشعب يحافظ على هويته. بس نحن كملنا وقدرنا نحصل بعد كمان 7 سنين من هالشغل، وبعد تصوير لكل الفعاليات، وبعد ما انه استعملنا الصحافي العالميه والاجنبيه والاسرائيليه والعربيه انه يجوا يشوفوا هالتعليم اللي عم بيصير والإقبال والاشتراك الكبير اللي عم بيصير من الأهالي ومن الأولاد، العالم صارت تعرف، وصارت هي كمان تطالب معنا وتساعدنا بقلب دولة إسرائيل إنه نحصل على هذا الاعتراف. وكثير أصحاب ومعارف من اليهود، الشعب اليهودي، صاروا يشتغلوا معنا ليساعدونا إنه يعترفوا بدولة إسرائيل على القومية الآرامية. وبسنة 2014 بعد ما كان في عندي اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع وزير الداخلية جدعون سعار، طلبوا إنه نجيب ريكومنديشن من جامعات بإسرائيل اللي بتخصص اللي متخصصة باللغة الآرامية والتاريخ الشرق الأوسط، إنه هن يقدروا يعطوا ريكومنديشن إنه هالشعب الآرامي في إشي وجود لإله موجود بدولة إسرائيل أو موجود بالشرق. قدرنا نجيب من خلال المحاضرات اللي أنا والمعارف اللي كنا نعملها وبنيناها على مدار 7 سنين، جبنا ريكومنديشن من الجميع، من كل الجامعات الإسرائيلية، تل أبيب، أورشليم، جامعة حيفا، جامعة بار إيلان، كلهم أعطوا ريكومنديشن. وبعد سبع أشهر من الريكومنديشن، 16 أيلول 2014 اعترفت دولة إسرائيل بالهوية الآرامية
لشعبنا المسيحي المشرقي ولكل الأراميين بالشرق الأوسط ومن خلالهم بإسرائيل. هذا كان إنجاز كبير مشكورة عليه دولة إسرائيل ومشكورة عليه الجمعية الآرامية وأعضائها، ومشكورين عليه كمان الـ WCA جوني ماسو اللي كان دعمنا بهالفكر وبهالنكمل هالمشاريع، ومع جابي جلو من بسويد وسمير الروي وجوزيف سووك وكل الشبيبة الآرامية اللي موجودة بالمهجر بألمانيا بهولندا وبسويد اللي كثير ساعدونا إنه نكمل هالمشاريع والنشاطات وبالأخير تعترف فينا دولة إسرائيل. وأكيد أكيد السوريين الأسد كان في له دور كبير لأنه السوريين الأسد كمان أعطانا زي كشف لأنه في إلنا شعب كمان موجود بالمهجر اللي ما كانوا يعرفوا عنه هنا بدولة إسرائيل وما كانوا يعرفوا عنه حتى المسيحيين بدولة إسرائيل. فهالمحطة اللي اسمها سوريوست عم تعمل عمل رائع لأنه يورجوا إنه في عنا شعب اسمه الشعب الآرامي السرياني موجود بالمهجر وهو أصله من الشرق الأوسط من هاي البلاد من البلاد اللي احنا موجودين فيها، ونحن شعب واحد لازم نتواصل مع بعض وإن شاء الله بإذن الله نعمل مشاريع مع بعض الأوضاع. تودي ملفون أخوك فيسو. طبعا ملفون شادي مشكور، بحاول أختصر أو قدر كان ترجم شي اللي تفضلت فيه وحضرتك. هي مكومر ملفون وكومر احنا قامويو اختمر لي مقربي ودسرويلنا قاري ولا تحمد لبناننا من منطقة دغليلو كميلة من شمه إذاعته جديد وعربي كميلة أغليلو كومر احنا تامو ختعامو دمينا من شمه أورومويو أو وشرشت كل حاوة عيتاوته كل النافيق يمينا دمين عيتو رميتو يملكيتو إكاثوليكيتو أما دنحوية شو عيتاوته كل عينا دمين أما وارني النافيق يمقاوي دي عيتاثي فكم رحنا بعينا أنه أميد دمحايث كل منيو هي إيو رمويثويو إيدو كثاثت كتيو بوشر شي ذا أعلى ديو مكمينا دمين سوريا إسرائيل فلسطين لبنان ميقم لتو النشمونان ميقم سوريا إيربثو فهي كم رحنا علو نشان وخدكم رفلحلن أي درب ومعطينا لو بيدانكم ارتعبوا غلب رابو هولا قاود شواع شنه كاملة احنا كو في الحينة كو شغلينا على ميدان طبعا كيتو هي وكيتو مرلستي هو حنيذة أمير مشارة اللي أول ميدان من فيه أولي شونو سريويو عميو لوفي يولوفي قابية تامو بطر مزدل إش محرية دوتكم رحزان لكيتو غلبتكم الهيقوث ودمينا مموري ما منها لدى الناعمة دوتا ملفي الناعمة الثي بكمرنا قد حزيلان هو قادرين ميدينا بقامه موافقه ميدا ولا او يثمني ان ندبلفينا الشعث حذو ساعه حذو بمن شمه بمدرسته ويكمل اي مدرسه ابتدائيه اي مدرسه شرويته يعني فوت جروند شوله اي قادرين ندبلفينا تام بدوله ايد ميدينا الشعث حذو كمر بثر مننا فقلا قطره انه شيدا كنتني مو عام اذا تكون حشوي روحي عربويه ميدله ميده سياسه يعني كمر كان مقابل ديذا إلو كومر الحمد لله كومر يعني مشكرا له كومر قادرين من خلال دو فيسبوك دي صحافينا طرق بشكل عام دا قلنا رليست إنه بريثو كولا بإسرائيل لاروال بفرس حزب بميدوناني مطينا قولا هل كومر قادرنا يعطونا عمير شد دي دولة إسرائيل من شد نتنياهو وعمور وزيرو دي داخلية كميلة كومر قادري دمقناعي كومر هاني استميقم طبعا موافقي أو دوبن إيوكي علو ميدانو كومر مشالي ميغلب كومر ما بيتصوبت قابية ما يذي عطونت قابية إنه شرولي كيتو عامانو من يؤيد من إسبوثي ذي وشر شي ذي ومر بطر ما تفاهيمي كومر إسبوثي كومر غلبي طوو ومر قادرين دميدينا إي من شمه وعترافان إيهيو فميقابية إنه دمقم لي إيورو مويثو خد دمينات كومر خد أمثو قابية وختمر لا إيمال فونيثو هركي بطر الفور بحصر أميدانو هاوي طبعا كم قادم توديوثو الكل تامو ست كومر والأرول ومر لبوش موم يقرد جوني ماسو الشامعات قابي قال له أموري كل دمينا لبي دعرنو على الكل كل حد منو بش ما يذيعوا يوسف صحو بستي غلبة كومر دورو رابو لفرس حزوة سريويوسات اتقادر دمينا دمحو البريثو كولا انهش السريوي دمينا أوروموي هانيني مكتي ملتي فكومر سمخو غلبة ميدي رابو كمان هو قادرنا دوانو كاري أميد المرلي وبدو عرم ستيلو ميد المرلي إنه تلفون الشادي أنا آسف إذا قصرت بعض النقل بس أتصور
هات كان فحوى المحاضرة أو المداخلة حسب ما فهمت ما أثرت شيء. الله يعطيك العافية مشكور. تودي ملفونه تودي ساقي تودي الخون تودي الخون الله أعلم خون تودي ساقي تودي الله أعلم تودي ملفون دعوري نفس وش كافي الملفونه إيه. طبعا إيه ملفوني تشتي هر كمرلا وعلى حفوط دهنكو سيمني إيه. تامو هن كتة تامو مشريث ومخيم كميل أبو عربي إيه مشروطات الأورميو كمو إيه شاتات كسيمينا دا ترح صاريو كل شاتو إيه. كسيمينا لقابي كو ماليمي أعلمي وعلمي وثو كل عام حذوذي فبقاوي دي مشريثات كو تيليفولوشينو سريويو كموضوعينا منا أحنا من يؤشر شيطا أشتر شيطان خطعامو أورميو دمينا أعيتاو تدنافيقي ميقابا أميدوني كمو غير مخاكتان إسوري غلب عما عميدان إسوريان كاتوريكتون بخصرة الأورشليم كويتوينا كنا قاعة محذوذة كولا المشريوت خدكمي مشتوت فينا مشترك يا أبو عربي عام حذوذة كمو كتان إسوري عمي علي موثيدا أزنت كومر لسويت دي سات كومر تامو وإعدو سات كومو إي مشريثات دعلو تكو حزوت الله حذو منيو أمل فون دو تذكر لا شادي دمينا ملفون الشادي وحنايذة كمونكس كمل في أول شون السريويو وكذا ذكرتي لي اسم ملفون سامي سامي إسحاق سامي مشريم هاوس كومولف كتة ينقد كوي مشريته اختاتك مل في أول شون السريويو كفرسيلة وكتة سما درشيوثو أونلاين دمينا هانكس يحط كو قدر دوبع يولف منه وكم استحامة في ردوه أيضا إنه أدي ما تقدر ما تطلع عليه مثاثة لألمانيا ومو قادم لا تودي وثيدا الكل حتى عبو ميدانو وديلو نويت الميقرو جوني مسو اللي هي كتلواني شب زبنو كريو تقودر آمن أمثي الثيلة دكو ثاني تودي كوان نمر لي أخا مزبوط حمش وليدي بس إقدمارانية سيرو يثد العمو عميدا تكتني بورشليم بيت الحيم أو خد بدو كو ذحرين إسرائيل أي دربو تماما هو عم المثلون عم بيقول إنه علاقات كن مع أهلنا كمان بمناطق الثانية مثلا من إسرائيل أو فلسطين بأورشليم ببيت لحم احنا بعلاقات طيبة كتير مع سريان الأرثوذكس اخوتنا بأورشليم وببيت لحم تقريبا انا بعرف الكل بعلاقات حلوة مع الكل اكيد جاهزين لنساعد بعضنا دايما مخيمات تقريبا مشتركة فعاليات مشتركة كنا كتير حابين انهم يشتركوا معنا بس كان الوقت كتير ضيق فكان صعب انهم يبعثوا معنا شبيبي بس بالمخيمات اللي قبل كان في معنا مشتركين من القد من أورشليم هاي المرة كان كتير صعب كمان بالمخيمات دائما هن كمان بيتبرعوا بيساهموا مشكورين دائما كمان سام دنحو كان يتبرع لنا بالبساط ويحاول قداش بيقدر يساعد انه يطلعوا شبيبة ويشتركوا بالمخيمات هاي لانها هي كتير ضرورية لنا للحفاظ على هويتنا ولغتنا ملفونكم احنا وهنك بسوري غلب الشافيره وباسمنا عم حدوذه تامو كم اونو يعني تمرديلو نو شخصي كدعونو غلبه منك تكور بالكيبوش مو كدعلتكم ركيت سوري طيبين وثيه مجارب بمناسله دموطن يعلي متسلي حتى قعدوا عم روحيه موزه بنو غلبه عيقه ولو قادرينكم دموطينني ايه يقوم كنا قكو ولا منشتكم تمردي مشريوثي عم حدوذه كنتكم حفوط نشاطات على طول مشترك تامستي بقاويت كومر من إسرائيل كانت فلسطين دي ساعة محدودة كزنو كوتن وكم قد ما تبدو يثيذا ستيلو يقرأ سامي سام دنحو تكمو هيس تكومر كنا قد لبوسك محيط كومر باسي مديدة تامو توبيلا نخطات كومر ماقون كمو غلبت كومر بإسوري باسي منها عم حدودة كنت كومر مشتو تفوتو دائما أعمينا دائما تورمتكو قدري لكم قصري وتري طرافي وكمو ستي يعني مدانو كولي كوسيمينا على ميطول خد كمر دم حافظين على لول الشون أيضا علي هو يثير خد كمر خد عام وعم حدوده شافيرو إما الفوني ثوم فرجون ميقري كذعو سريويو لغة لبيل وكذعو وعدو كبعينا دمولا نيابون بشمايو بزمرتو وزمرولا قوذ ملفوني ثوم قوش كافي مفتوح المايك افتحلي هبلان لحمة صنف
شبقني الحي وبين ولو تعلن النسيان فيحل قوم شافير فرجون ميقر كيتلان حوثو حريتو اي ايلين كبع يسد مو كمو ميلا علو مثيانو دث فقوض في العربي اسمك الين حلو من حيفا اسرائيل ادرب حزيل اخو ماثيو خداثيتو الاوريفي عم عليمه من واو باسيم ودحزل خواركي يقول شلون شفتي يعني هيك الزياره مع هالشبيبه الاجواء بشكل عام هيك تحكي لنا شوي على هالزياره او انطباعك انت هيك بشكل عام اوكي تفضل من يعني بالبيت باسرائيل دائما كان في احلام للواحد يرجع على لايش هو ايش كان للغته أنا شخصياً من جيل صغير كنت حاسة حالي أول مرة أنا عربية كنت عارفة بوجود الأرامية والسريان ربيت بالكنيسة المارونية بحيفا دائماً في كان هذا الوعي أنه في إشي رايح علينا في إشي اللي إحنا نسينه شغل شادي خلوا الريشة هنا وأمير خلوا الريشة ونيفين كتير خلانا يعني مش بس to rebuild, relive كمان redream على الأشياء اللي راحت لما جينا لهون شفنا إنه الأحلام اللي كانت صار في إلها foundation إلي أنا شخصياً صار في foundation كتير هقوى شايفين الناس هون قد مع بعض connected بحلموا نفس الأحلام عايشين مش عايشين بتنفسوا عايشين أرامية الاستقبال هالقد كان حلو حسينا إنه في عنا إخوة هون هذا إشي يعني مش مفهوم ضمناً شفت في وصفوا الحاجة اللي كنا فيه بآلين إنه زعك نوصلنا على الجنة لأنه شفنا الناس كلها متجمعة شفنا الغناني المغنيين كله عايش كله موجود وإحنا مش عايشينه فالإشي بخلينا كمان نكون زعلانين بش يعني أي محل وكمان يخلينا نقدر نحلم ونطلع لقدام كتير التودي وملفونو سملي طبعا ملفونو مقابي فتيح إيه ملفونو يثار كامر لغلبة ميدي باسيمو موحنا خد ناعيمة بلكي حشوينا وروحنا عربوينا إلو كتو خميدي لو غلدي دان كتو أروخشي لو غلدي دان ما حسيانو لتناتكم ادعونو على سوريو على أوروموي هي مدت قايمة بيعيتو دموارني بيديتو تحيفة كم وضعونه وعلى ميدوناني إلو لو عايشنه بس كم أبو تعبدو دم الفون دعود مرة ملفون الشادي ودواحون أيذا دي ملفون ثنيفين هركي كم وطرينا تكم ردو حلمان وديدا خطات كم اسمه يورو يعني أو تكم دنه هو شرورو هو شرورو علومة ثياثة تركي كم غلب في صيحينا غلب وخحزنا تكم رموزوغو باسيمو طلع له خد ما حسينا إنه شكيد تكم رنوشي شكت لنا مور بغير دكوثي كمو حاجة تصم خولاً بخسرة أهلن تاوي أهلن تامو زاموري نشميكو يعني ما حس لنا إنه عمانو كحوي كعوش أو خميدة غلبة باسيمويو أمو غلبة في صحينا ما حس نروح أنا زن ليما الكوثو بوميدة دهزيرا نوخا يعني نروح شيء ذا غلبة باسيميني فمر لمو أميدانو كطورد أحنا ستي ما حسينا إنه ميدة كومر صعب وليتو كيباً أحنا ستي سايمينا ونشو تكبعينا موطينا لقد موطينا له أو خجيلة تكون غلبة شاطيرة شكرا لألك أديو مسي حزيلي مشتعانا بيطو بعثنا اللي حضروا سيريو ورمويد جيتو هرسلو حزيلي لويشا اللي أفر ما ديطو بمقا مفصوحيوة بشرورة بثر مجتعني ميديني كل دحث وعجيق ومي لو فينا نغام وليت حزين فرجع عليه مشتعانا تيحي يا الفون عم بيقول اليوم شفت البسط فينا نقوله والفرحة وانتو عم تلعبوا كرة قدم هون بالنادي شلون أخذتوا التيشيرت والساتر موسخين وعرق
بس هيك فرحتكم كانت شو اسمه ملفتة بالنسبة لألو. ملفونو كتلان هركستي يا كيتو مساج آثيلان كيتو موم يقرو دوناي الأورمو يوم كومو بشاينو بيغليمو ثود آثن مواثرو دور شليم وهو خستي وميقل شليم من إيغوسي كوباشلومي كمرتيحة على موثو سريو ورموي من أورشليم لاتم أورشليم هما إسرائيل إما إسرائيل هاو خايو قابينا أتريك كلنا إيه هاو خايو وميقل دومو سادان حسي كمطيولو باسي مرتيحة تاودي وإن شاء الله كليخو ممنون هاتف سيحوية هاتف ممدد كيتو هلعدوم وكيتو يقرد إسعى جار من بريمنستي هيستي كومر شلومو لنا حنون إدآثن إيكم شال كومر مقا عامو أورمويو أو سريو كتلان تامو كحوية بواثرو إسرائيل أنا شوالو مم يقرد إسعى جار ومدبرون دو ونايل ومر مدبرون دو سريو ساتيو بلخو شلومي طبعا أول شيء في شو اسمه أكثر من مسج إجا عم بيرحبوا فيكم في الملفون ونايل جان هو مدير شو اسمه المحطة سريو سات عم بيرحب فيكم عم بيقول لكم أهلا وسهلا فيكم أحرنكم أنه يقرأ الشيمو سليمون إيغو كمان ملفون سليمان إيغو أني كل دحو يذا سريويني هدول رؤساء موسى دنحو من أوستريا موسى دنحو من النمسا وفي بنيك طبعا من كل عم يرحبوا فيكم عم يتمنوا لكم زيارة طيبة هون في أوروبا بشكل عام في سؤال بالنهاية من عيسى آجار من آلن يمكن من بريمن من بريمن العفو من مدينة في شمال ألمانيا عم يسأل إنه شقد عدد سكاننا كآراميين في إسرائيل إحنا بإسرائيل النسبة هي 2% ما يقارب 148 ألف مسيحي من كل الطوائف اللي هن بيحكوا اللغة العربية 148 ألف 40 ألف نعم ملفونكم وإحنا خد أورو موية مقايدة بدولة إسرائيل ينسبة إذن تريبا مويو يعني تريبا مو معا مقاو نويد إسرائيل دي دولة إسرائيل ومن يونان ودا تريبا مو هي مو 48,148 مو 48,000 شيحوية من شيحوية هاني دمقادة بهوية ثورو مويني تكملو هذول سجلوا حالهم بالهوية لا لا كله شيحوية كشغولي لشونو عربوية دمينا نقاط برخو حد هي بقامة يتمر لها بالبداية حكيتي انه اللي سجل حاله واللي عاف حاله على هويته العربية كمان مقام رونوي كبلان دمينا كيتو أودو تامو بإسرائيل نسبة الموارنة في الموارنة تقريبا 12,000 ماروني الرعية الكبيرة هي بحيفا بعدين بالجيش في بالناصري وبعكا وبأورشليم هي كما أؤمن يونو دا موارنة بقايد إسرائيل قاونو يتطرح صار ألفويو إي مرعي ثورة في ثقابية بحيفايو كتب الجيش هانش بدا مدينة ثاي كيتو عكا ناصرة وعكا وأورشليم حمش دكوت جودي يا ابن بشمات ملا غلبي قولو باسيمو كتلخ تيحي تودي أحرين است هن من كرعي سريو يعني كتقو مدرشو تقدري يلفي سريو بيعتو كزمريتو سريو يقول انه في عندكم اول شيء مدارس انه تدرس اللغه السريانيه وبالكنيسه عم تحكوا سرياني او بتعلموا سرياني الكنيسه المارونيه بعدها محافظه ومهم لها ان هي تمرق اللغه الاراميه ففي لها دور كتير كتير كبير لحد اسا الصلاه عندنا القداس هو اغلبه باللغه الاراميه بالمدارس في عنا وين موجود موارنة موجود عنا ساعة أسبوعية لتعليم اللغة الأرامية هذا مش كافي بس هي بداية بالإضافة إلى دورات اللي هي على مدار السنة مفتوحة اللي هي مثل ما حكيت أمير ملفون وأمير خلول ريشا وملفون وسامي عم بيعملوا دايما وبالمخيمات إحنا عم نشتغل على بناء مدرسة اللي هي مدرسة مسيحية أرامية إن شاء الله عن قريب بيتحقق هالإشي وبتكون هي بداية كتير منيحة لنبدأ وأكيد الحلم الأكبر هو إقامة بلدة أرامية رح تكون الأولى في دولة إسرائيل إن شاء الله طبعا هي كمو أنه يعيتو مورونيتوه اللي عدو كحوزينة سبب فرس حزوة قابية أنه أؤمن شمئوتك سيدة بولي شونو إغل بايدة بولي شونو كومر سريويو كما بقى دم درش يوثو كتلان بيشبثو شعثو كما الفينا ايبا اولى شونو سريو اورمويو كما شرولو ميدانو تكومر لاتيو يعني دمنا لقمك في اي لقمكم ناصر كم جربي تسمي كومر زد موخا
مدح رنت كومر جيلو أعلى إنه إحنا أي صورة كومر كتنا بينه ثي أما شريوت أخت مرلان الدورات تكوس أي منها الدورات ما أخت مثلا دو كورس يود منك أخت حيلة كون نقا دمل في أول شونو سريويو دي سكمو أمل فونو نقا حرد داعيرو أعلى من فونو أمير إيه؟ فونو سامي تكومل في كمو إحنا عدو كبعينا سامينا مدرشتو مشي حيتو أو روميتو تامو كم ناسينا تويو مدرشتو يعني تكومر ميدت كومر شمويو بي دولة وهان ست كومر دي ست كومر لاتيو وحل ميدان وحل مرابو كما تقدرين السيمينة ايدو كثاثي ختم ديثو دمينة وخدوكتو اورو ميتو وبقاوي اسرائيل وحل مرابو ايلو كم ناسن كم ترجع السريوس هات اسرائيل عم تابعوا محطة السريوسات اكيد بكل بيت عنا موجود المحطة السريوسات ومتابعينها على طول عدوكو حزلن كم فرجي أكيد إسا عم بيتابعونا تمام هي كما بقاعد كل بيته من شويتكم ارتامو كيتو اي سريويو ساتكم فرجينا أعلى وقعدوا سيخت مرقوا حزلاً لايف عم يسأل أنه كنا لايف نقاد بينا نشلومه لإسرائيل شاينو لما الفونك بعد ما تومي لحرينو من علي تحرستو إيش مو هيدي بطل إذا أنا شوي لحريني هو خايو من الفونو كما نحزل خصي بصورو ثعودو محولي و عشرة الرحلة تبع. يا خد حزل خو إن قد كحزينة علامي على موثا هوخا كدني أمثنويو دلوكو مينك في مي إيو ثاثي يعني أونو يعني كمان تري يوم أعمينه ملفونو وما إذا حزلي يحو بثي لي أمثنويو يعني بعمره هنك حمش أحصر إيش أحصر شو أحصر تمنصر إشني كدني حاميعي هاو خود كو رحمي وليشونو تكو رحمي امثاثي يعني اونو غالبي فايشنو في مفتيحو انقا مثلو قدري اعلى ميدان سيهركي ميدي هاو خام دلومينك في اللايكو تزني طونيو ثاثي ديذن ادما بليلا ادما حويلا لو عامو حنجي اميدت كتلن اعامي حريني لاتي ملفونو علي تحرستو كمانو خاني تريا ومي اعميكو كرخينا أثمل هاويلان قادو أول نقد تحوزيناني مستقبليلان أثنوال لقرونا وخد حزيلان بي بصوروثو مكرخيلان إشمو تامو بهولندا كثوتسي بهولندا سي كل دوحيو دو دحريني أحاوروني ذن أنا حنوني ذن كل بوطيولوني لقاديري الفوث أميدوني دمرالان هوخا محويلان يحوبيذن محويلان دمينا ببداي أزانو المريحوب لعيتيذن تامو أبونا أخوري مستقبلي لان هو ليلان اسمه مملو ويقرأ جوني شابوستي هو ليلان مملو اللي على موثوم وخدكم رئيس يحتو دنيشي ودي على موثوم حضرة لان تامو قروتن عمر بيتي الله كوثو خير دثي أنا شموني تكتبين تامو ينقاي إجو أنا يو إنورايو ويستو ينهاني كل معواني وطاعيبي قومينا بيو موثانك خود ملی اوموت بو کو بیناشلو مستی ای قوریلو موت بو د موری یعقوب هنکستی امینا او اسمر حاضر او اسمر چیچک سریوس ساتستی دی سحتیدن او میقرو دو یعقوب دو حول یعقوب او گابریل لحدو او دکران او میقرو یوحنا داوود او کتما ایلان قلبی فرسوفه هانستی د هاولان مورو تام او د مكرخلا بعد كوثانك بالفون ووزان استي خد خمرلان الاستوديو سيريوسا تامو بثر سيدي بليلان السفيرة غلود اف سي ارامية قاثي دشني متامو وميقرد اندراوز داود استي اثي قامو ثينا وميقرد بنيامين صافجي هي استي هو لي كل حقاثي كمينالا اهند اف سي ارامية شيال الكوثان منيو اسقرف منيو ملفون العلقذولي ايه العلقذولي طعينو ايش ميدا قاسي كل حد شنو وكطعنينا لايكو زنيك ومحوني وميدانهم وبثرسي أزانو ليك نشتو دورهم ملفون تام حزلخو مشتعلي الشعيو هناك رحمي غلبي هم سفي رغلو هم بينج بونج هم بليارد يعني تيحي تيحي على مي بشورو كتي انرجي غلبي زاوتو قلوض بسكري لا وبثرسي أزانو لي دايرو كومينا شلومي قوري العمري ايه مرافرم ديرو سعيد مستقبلي لان هو لان اسمه مدعونو ثالي ديرو خدكو حزينة بصر طوثو سيدنا حسيو مول بوري قربس لاتوا حاضيرو كتبه لك نشيو كوبينا شلومي قوري إيلستي وبثرسي داعرين والطورو ديزلو تامو خيلان وبيتزات
كمان مع جاب خوا بيسا تستي غلبي خلخوا اي بطاطا دولاد استي وهو خاصي كوبينا شلومي يقبر لي عيتو د موري شعيات حلبويد هو اللي هو خي دايفوثو وحضرو استي طورو ديزلهم وملفون اسحوق يعقوب كيتو غلبي بشرو دمعا ونالن هانستي عمر بيتاي الوهو كوثو خيرثي كمان بفري دي كبلن مشغولين على الغير ميدوني وكمان اقول لي وباسيمو قال لي انه لو حاضر وينو كيتو فليمس بثر كبلن محويناني وحاقد سيما باهلين امام زمروني يوحان قوراي ومياقرو ويوحان داخ ما فتي كمان شهر وباسيمو ولقطوا على ايه هاو خايو لكو ذا انا كيد مكون نفرجينا لفليماني من الفنو بثر تحوزينا احنا سوريو صاد دوبينا نكل حق اوثو سريويتو كيت عمينا ام دبرون دوحو يوذو سريو يو رومويت المانيا ميقرو دانيال دمير بريخ رمشو ميقرو دانيال السلام عليكم رمشو بريخو ملفونو ماروغي شاينو والكل ايبو احاضير ملفونو جيورجيس ملفونو فريد تودي غالب اللي تحرستو باسمتو بشرورو غالب تحرستو باسمتو وشاينو بشلومو لي مالفوني سو لي نافين لي عيلين والكل أعلم أعلم موسو بشينو بشلومو عثوتو ما إسرائيل هركي بالمانيا والهولندا بشرورو غالب بصيحوية نموقع بعنو بس كاريو ومالفوني جوارجيس كمحكي غالب وخا شافيرو دوسي بدوسي ليكو ألتارو من سملان وطيولانو يي ترميساتي تيمولان بس كاريو كبعنو دومارنو حقيقة زبنو غالب كاريو قادرين قابل شبثو دم حضرين دم طيبين البروغرام وإن قد خدوم الفنكو محكي وأسردو سدح زيلا يعني إفسي حثو دهولا لعليم لعليم وثانيك وهنك استمفصحة لن بشرورو غلب ميدي رابويو بشبهورو ميدي إيوثو وبفسي حثو هركي كحوزن وعميذا كوبن وشقلي عم حذوذك يلفي محذوذي وأحنا استساغية هوينا ضيفة جابية وتودي غالبة لو شعدي لو أمير تكتلن علاقة باسيمة أعمية وكبانو بس بي حريتو مشكارنو كل ترميثو كتلا تعبو وكتلا فلحونو دي لونيس واحونيزي ورحي موجوني غالبة تعب وبشمي دو أحونيزي استد هولندا دو حيوذو داسي عوثت فريويسات وهركي بالمانيا مشكارنو أحضر أيضا غالبة وديلو نويس أحضر استيد هولندا خدمة حكاية لهم الفونو ويدايرو أعمر دي دايرو كله إنا قد دمشاري لن أدآثن الأهلين مشفع إلاليو غلبي باسيمو بوحا قد كتوى الأرول وإي بيتو يثو تسملي وحضر أيضا تسريو أهلين عمي جماعة تودي غلبي ألي وبصر دير يومو دازينيو اللي جماعة دمورجي ورجيس وتامستي وحضر أيضا أرامي أهلين عم الفونو جابريل حن دواني ترجومي وميقردو جوني عيني ميدستي يعني إمش رساسي هم ما هو شكولو يو تحزن أحضر أيضا أشوتو سيدا أجمع أيضا أعيتو ثم دايري بس بعيني زبنستي كنا قد ميدي بترجومي يلفونو وما الفونو جي ورجيستي قدو بالي ترجومو بوشكلانو منكستي يلفي وجميدي ميدي غلب مصرون عمرو حي وبعيني زبنو وحضر أيضا طورو ديزلو غرونا وإجامع أكولا وهش جمداوم يتحرستو رمح اللو محرينو بيديرو خدفكير سيدنا وحسيو أديما قابا ضيفو بجامعة مور جابريل وشهر مور جابريل وصيحو ثبليبو غلب باسيمو مستقبل رمح اللو محرينو بيديرو ستتاو ديو ثم عمق دوليبو الكولي وكل من تعب وإذا طعينا نوشوستي شبقونو مع مقيدو ليبو وتودي ساقل سريوسات هوخنا قهرته هولي لن إي بلاتفورماتي والملفون فارلي ترجمة غالبي طوتو دو منو بشرورو والملفون جيبارجستي كتوى كتوى عمي أكمو يوماني إي مريم داري وغالبي حوروني وحضر إذن أرامية قتسلو أجمت كتويني ضيفي تامو تودي مع مقيدو ليبو كمانو هانو مدي غالبي ما فصحونوا ويتحرستو عمو زاموري ذا نرحي موما تايستي بشرور محللخو ومباسمخو لليي ذا وتودي ناقحرتو ورمشو بيخو تودي غالبي أن أوريشو دحيو ذا سريوت ألمانيا يقرو دانيال دمر
رئيس بعد رئيس الاتحاد السرياني في منطقة ألمانيا. كم قدم توديوثه يعني على طبعا هو كمان والملفون أكدوا على الشغل. طبعا الملفون أول شيء حكى على برنامج الرحلة اللي عملتوها في منطقة هولندا، الكنائس اللي زرتوها والاتحادات والناس اللي استقبلوكم، الحفل اللي سيار بمدينة أهلن هون بألمانيا. بس أكثر شغلة أكدوا الاثنين عليها إنه ما شاء الله على الشبيبة، يعني على النشاط اللي عندهم، على هالغيرة الزائدة عندهم على قوميتهم، ما بيستحوا بما معناه بيشيلوا الفولار ويشيلوا العلم وبيرفرفوا فيه ما راحوا يعني. فلفت انتباههم هالشيء هذا، وبيتمنى من شبيبتنا هون كمان انه يحدوا نفس الحدو مثل ما هن عم يتصرف. بالاخر عم نغار واحد من الثاني وبس في اشياء منيحه. احنا عم نيجي عشان نتعلم منكم وانتم كمو بحاره ريكيو ايدر بو دمينا لكم برطان ونوثو في نرا بوستريو غير ايو انه احنا كل فينا ميدون الشافير ما خاطر كل فوتو الشافير وسط كور ميدون اللي نمر لي لامنو وميد حزل لا ملفون ميد وخا ايدر بو غير زيتو دعلى ايماني انه لك مينك في اديوم كوميدي اوثوغ ميديتكم ومن شوف ولا على الكتبيه كونفقي ايبي خزيت جابا سميت بروح ميدان على خمر لميدان عدو خزينا فيديو محا قد اهلين وبصر مجغوليلا مجغولون يا قرتو نيفي علو حاجو على رخشات هذول ابو حاجو بوعو ريجي محوي وفيديو الفيلم اللي تمام الحفله اللي سويته وبعدين تحكي لنا عليه.
الفونو كلير كي مهدي سمي حيلة علي كذت قي فرجوت هنا لا تتم حاضر هناك سامي وكيف ذي ملفونو كمان حزيل خا عليهم وكنا رقاد ومحطو دوثو هانو ولسيو وابرو دينا فيميو ايه تاودي الياس دمد لي وعقو رمى يقوتر سوكال على القذول هانو ما حط لنا نشمي الياس اورومويو موضوع شاينو بو الياس شاينو ميا قرتوني اي دربويني أرخ شافه وبحاجه هو قد حزيته عامه قبل بشروز ملفو عليهم عليهم وثو تامو أي دربو خا أرخ شافه دحزلقه عامه زغمر بسريويو بهاوا فتحته وكل سريويو يعني هو من رخشيته تامو ملفوني تو عم يسأل هون عم بيقول شو كانت مشاعركم وانتو عم بتشاركوا يعني خودكم السريان وفي تقريبا شي ألف بني آدم وبهالجو بلواء الطلق أنا كل مرة كنت أجي على هولندا أو على ألمانيا أو على السويد وأرجع أحكي للشبيبة قديش كان حلو أو من خلال الفيديوهات اللي كنت أعملها شير على الفيسبوك كان يقولوا لي نيالك وما أحلاه وأرجع بطاقات كتير حلوة. أنا بظن إنه هالمرة حتى من الشبيبة سمعت ومن ألين خليها تقول إذا إنه حسيت حالي بحلم وإنه هاي أحلى حفلة حضرتها إنه نشوف هالكمية من الأراميين رغم كل الظروف اللي مرقوه هني بعد موجودين ببلد ومحافظين على حالهم وعلى هويتهم وعلى دينهم وعلى تراثهم. كان إشي كتير كتير حلو. أنا مش أول مرة بشوفه بس كل مرة بشوفه بتأثر من الأول والشباب هاي المرة فهموا عايش أنا بحكي لهم. هي ملفونكم وأنه كنا قاوثيون ود من الهولندا لألمانيا للسويد لدكو ثاني وميدان لا تحاثوا إيه لحزيلي زينا ما حكيونه لعلي موثو التامد من أو لعلي مقابي إنه هوخا كوي أو فرسوة من أبو دافي ذات قمر من علي فيسبوك أو بهنو إنه محوي الليوة بس كمو أنا قاعدو أونه وبركي مرلا سئي ملفوني تود أعمى دمينا أيلين أي أيلين ما حسلاً بو ميدانو هي زد وإعلي موثو ناقاخت حاد أمر إنه ميدد شمعي وأعلي وحلما وتكتوخت بنوط بروخين حزالت كومر شاريرو غلب للي الشافيرو واشبانا محذوذي للي يتكومر لكو طوعينا لمينا قحظة فعامو استغلب فصيحوه واتكتوه لنسيحتو كل مجغولو عم حذوذي كتار كيدا كلان علامو علاموثو ما إسرائيل مفصيحوه غلب هدا فيه هي مرلا ما يدحرين انه يعني انه غلبت كومر فصيحيته دو حزيلي اومن يونانو وعامانو تكو عوش بيدو كثاثة بطر من شناني كله هشكو حويه كون في مرات مرق ليعي تايدا لولشون ايذا تكمر لمردو ثايدا ليهو يثايدا مدوناني غلب مدوني دمينا ديلونوية نيقابة او مدوني تكمر طيمو نيقابة والملفونو عم بيقول انه كمان اللجنة المنظمة يعني الحفل هي كان عنده نفس المشاعر انه في عنا اخوة مثلا جاي من اسرائيل من نفس شو اسمه القومية كلياتنا فالشعور كان متبادل على ما يبدو الترحيب اللي شفناه واللي لقيناه بكل محل كنا فيه كان اشي كتير كتير رائع كتير غمرونا بالحب هذا اشي واضح واكيد هي تعاليم المسيح الله يسلم هي كمو استقبال تسمخوا لان افصيحوا تود حزيلا خطات كومر اي حبو تطمرخوا لان هوخا كومر ايبا بفصيحوا تو اي لو هركد اي كو دكتور دزان لو بس هركد مينا امو ميدانو خطات كومر كولي كومحو اي حبو دمشيحو تكتيب لبدو عامانو كلنا حنونين يا بالنهاية كلنا اخوة وما تايدو حضيرو لزمرتو حضيرو شو معين عدو زمر تحرتهم يقري شو معين يقري راحته يحب كل روح يرق لي Everybody, hands up. Yalla, signore.
وثريدان دعرينا بيدو بيدو دوبينا قصري ورابك بونينا مزبنا بيقولو ثومي شاذو ما حسينا نخشينا ودامي خي بحلمي ما حسينا مزبنا بيقولو ثومي شاذو ما حسينا نخشينا ودامي خي بحلمي ما حسينا بحلمي ما حسينا يلا كوثيلا نيك وذعنو تودي غلب ميقروماتي كوثيلا نركي خبرك حيرينا من كوثيلا الشوالي ميدوني نعم قام لي فخر من الفنون كنت لي اون استيميد لومر لي هو لعدو كذوت عليه وثويو إنا قد كو حيرينا بوش ميدان أن شموني غلب أوصويني وميدا دفرق لي استيبيع لي موثو أن شموني تكيت علي خد حنا خد الياس خد موران ابسم انطونيو دوني الحنين هاني شموني عتيقي ديدن دا اوروموين من الفونو هانوستي يعني كمحوي تامش حيو اميدوني هركي كوبينا غلبي كمينا نقصانيه بصيروثو لن شموني كتني عتيقي كتني مقدشي مكثو قاديشو يعني باثيس يحر إيوثو كم هلخو وكم محويس يوقامي على موثو ملفونو هانس قرشوي لأوزو هوريدي وتيحي إنافين وقالين هانستي كل إشموني ورموي عاتيقنا ملفونو يعني أميدو نانستي كم هلخي بوزابنو وديوماسي أغلب عمامارونوي كوزي أميدانو وإحنا أم كل حبول إشمو بإشمو كخسرينا أن إشموني إذن أم قد شاستي هل كبوريفي ديلو بوريفي ديلو نوعين هانستي زهورو مقبل مدنو تلفون الملفونو كمان أكد هون على الشغلة يعني قال خلال متابعتي للشبيب اللي معك لأساميهم أنه أساميهم كمان لأسامي مدلول قومي يعني عم بيقارن كما عم بيقول بجزء هذا تقصير مننا إحنا في أوروبا أنه تركنا ناخذ هالأسامي اللي إلى مدلول قومي ومعنى مثل ما قال هلا شو اسمه الياس أو حنا أو مارون أو بسام أو الشباب كله وحتى بالنسبة لحضرتك أو المدام إيلين ونيفين عم بيقول كمان هي أسماء سريانية أرامية قديمة فكمان هاي من الشغلات اللي لفتت انتباهه إذا عمان تليفون ريشو تسريوزات ريشو تسيحتو تسريوزات ميقرو نايل جان عم حذوذي دمينا برخرام شو ميقرو نايل برخرام شو بريخ رامشو ملفون رحيمهم يقرأ مراوغي أحنهم يقرأ كاورغيز أحنهم يقرأ فريد مياقارتو نوين شينو بشلومو آتوتو لفرس حزويذن سريوزا دادلاليو تاودي ليدي دومانو مقايو إفسي حوثيذن مبهاركو وتلفزيونيذن
وبريتو كولا إسريتو كولا شينو بشلومو عطوتو بين حنونيخو بين عامتخو بين مراتخو بالمانيا احنا كولا حذو يقرطونا كولا حذو عائلنا حنون حثوتنا هوخا قدذعينا وقدذعوتو كتكو موري خدمركو كل دكتو احنا اموريذا بلكي فريشينا محذوذي خد جغرافيا خد أطراؤوتي غلبي عم حبول بزب ندات عيفي مو يومو دهاوينا مشيحوي كي بندمينا غلبي فريشينا محذوذي مأطرو لأطرو دزانو بس احنا من كتيو لبفورق بينا أطرو تكو عويش إينا قد كوطوعو نيو ساتي إينا قد كو مستعمل بولي شو نسريو يورومويو إيو تايذي كومر روحي اونو سيديوينو اونو سيديو اورومونو كولان احنوننا كولان حثوتنا كولان حامونا احنا لك فرق ان بو جابون هوي برازيل هوي ارجنتين هوي بو قدس هوي بيتلحم هوي بسوريا بو العراق هاوخا كما حيو احذو يثوت كولان بيو سيدان بولشونيدان بوش ميدان غلبي غلبي بشينو بشلومو عطوتو بصيحوينا أبو طلبينا بيسبخو غلبي علي موتو دانا طرعو تتكو عيشي دسلو أيضا محدي عينو عليكو دوثن حوزن إتحرساتي أدلا اليو هنك سي دوثن تو نظيفي إذن غلبي مفسوحينا احنا قومي دوثي مينا معضرونوثو كمعضرينا وكتوينا كل ميدي معضروني جبوي دي علي موثيذان جبوي دوعا ميدان ميكو دوثي بصر متكتنا حنوني كوطعنينا حذو امثو وكتنا حاعمو وحنوني احوثا محذوذي بصيحوينا لوفا غلبي كوبعنا هركي مشكانو لو حنوم يقرو جوني ماسو ودي شو دوحيو دو سريوتي بليو دهو للان خبرو ودهاويلي تعبو غلبي ملا يمثالي منيو مين احنا سيال عينا ناريشان سيريوزا تام جلوز ميسم تحرستو وعامو كولي دبريتو تحوزالي وبيم عدرو نوتوسي احنا سي اعميخونا غلبي فسيحوينا وكلنا قا ان شاء الله يعلي متايدا تركز دي تحوزيو هي سي درحمو دزايو كرفو بناطراو تدكو عيشيا سيريو ايضا هو اللي اسوري عم حذوذي غلبي ميدي مهميو اعلي ميدا دزعي بس لنا باوروبا تاني ببريتو كولان برزينا وموطينا نقحرتو الحدوذي كيف يهوخاتي دومانو افرس حزوانو سريوزا تعدو بلكي يعني كم افرس حايو 84 دول وكل دكتو كنفرجي الو ميدانو كلنو شكو حوزي وبصبرو وعامو كولي بتحرساتي بودم يعني دلوتم لحذوذي إعلي موتو لتمو لحذوذي بزوغي عم حذوذي دذعي لحذوذي هانو يونيشو دعا مسريو دلو مساكر بمشكل مساكرين عم حذوذي فريشين عم حذوذي أو خاصي نقعدو لتمينا لحذوذي وكوبعنو ستي دومانو تودي الأحون يوم يقرو أصلا بلود بأهلا دهاولي خير هاوي معدرونو قالي وهي استي متعب روحي ولو حضرو دا أهلا لجماعة دا أهلا كولا لعلي موثو عمر بيتي دا هاوني مورو من دمعوالي لعلي موثاتي أحضريني أين شتوشت كتيو لحيو دي تودي غلبي وصيحوين أخدملي يعني حقا نفسي حيو سيدا غلبي غلبيو وتودي الكوليخو وبصبرو دزن تامو إنا قد عروتو استي خير سلامي الو منطقه بخير سلامي ودو بدو اشلو ميدا لو عميدا كامو كولي ودمحكوتو الو عميدا تركي وقمحكوتو ستي وقلوزم انا سوريدا فيشي العلم علمي وطلبنا نخب رامشو بريخو تودي ساقي الكل ميدي وطلبنا فترة تيوماني ستي بيولو باسيمو ان شاء الله كل ميدي هوي خدلي بيخو احنا تيك مصوحي وينا توينا ميخو بس عم حبو لو قادرين دربو ياريخو يو وكتنو لان شغلوني غير بس ليبا عميخو يو وطولمنا انخو رامشو بريخو تودي ساقي تودي يا اخو ستي تودي الكول ايخو تودي 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 ساقي تودي شمق في سومر لا
فيني لخص طبعا حكي أول شيء ملفون نايل جان هو مدير التلفزيون محطة سوريدو يوسات، عم بيرحب باسم التلفزيون فيكم، يتمنى لكم إقامة طيبة هون في ألمانيا أو في أوروبا بشكل عام. عم بيأكد على نقطة واحدة إنه إحنا الشعب واحد مهما بعدت بيناتنا الجغرافيا وين ما كنا، فبالنهاية إحنا شو اسمه شعب واحد وأخوة، إحنا جاهزين لتقديم أي خدمة أي مساعدة مشان الأمور تمشي معكم أيسر من هيك. عم بيأكد على شغل على شغلة كثير كويسة إنه يا ريت هالزيارات تبقى متبادلة ما بيننا وبينكم، كمان من عنا يجي من هون ليروح لهنيك مشان علاقات تقوى، نثبت للكل إنه إحنا واحد. عم بيثمن انه شو اسمه بمعنى او عم يشكر كل اللي ساهموا في هالزياره او في اعداد هالزياره هاي، ذكر الاسامي كمان ملفونو جوني مسو السوريوسات ملفونو اصلان بولوت في مدينه اهلن اللي اشرف كمان. شغله كمان اخيره اكد عليها انه يعني تنقلوا تحيات الاهل هون لاهلنا في المنطقه صعب تزورون، وكمان عم يبدي استعداده لتقديم أي تنازل، عم بيقدم أسف أنه ما قدر يجي باعتبار المسافة كبيرة وفي عندنا أشغال تانية. أنا بحب كمان أشدد على اللي قاله ملفونو أصلاً. ملفونو نايل. نايل. أنا نايل. أنا كمان بحب أشكر كل اللي ساهموا وساعدوا بإنجاح هذا المخيم. أهلاً مش ممكن ننساهم بالمرة، وملفونو أصلاً كان له قسم كتير كبير بالحفلة اللي مش رح ننساها بالمرة بالمرة، واستقباله لإلنا اللي كان رائع كتير كتير عن جد ولا بين وصف. أكيد أنا حكيت بالأول وبرجع بعيد كمان مرة إنه إحنا كمان بدنا إنه يكون في تبادل، إنه نيجوا لعنا ويشوفوا إحنا شو عم نعمل وشو عم نساوي عشان كمان إحنا نحافظ على هويتنا وعلى تراثنا وعلى لغتنا. فإحنا في عنا مخيم بآخر 8 ب 25/8 مدعوين عليه، وطبعا بانفتاح تام لأي استقبال أي وفد بيجي من هون من شبيبة وصغار وكبار كمان لعنا. ففي عندكم بشمال إسرائيل كمان جماعة كتير كبيرة اللي هي مستعدة تستقبلكم. طبعا هي كم مش بخون اميد مرلا قعدوا مرلا مكم اونسك يعني بودا وريدا دمنا اميد مرلا لوم الفونو نايل غلبتكم ارتودي ايلي هي سكم قدموا توديوثو لانو شي كلتكم رعلو اميد سمخون بو زبنانو داثن ايبي بو زويدو اي جماعة بند اهلن ام الفونو منشم اصلان 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 بلوتو تكليوا دورو غلبي رابو بو حاقو تكمو دلكو طوعينا ليمي نقحدو كمو تودي لانه انا مر لي لما نقوم الفونو نايل سويم قريتو هاتو الزوخ واحنا وتينا دا سورينا كومرتون قويه بجغرافيا لو مرحقو بينو تينا فهي استكمو اديوما كوبد دعوتو انه تكتخو تكمر جماح ريتو مورح ريني بوغر بيود اسرائيل ايما دوتوتو ياب شينو ومعدكم مكلن حمشو عسري بيار حدت من يبو يرحانو يعني مفرد منا مي شو حصلت من حصر يمي مديوما كمكتن مشريثو تامو مندوثي منخو عليمي رابي ناعيمي ياب شينو بشلوم تودي هدية دي كموطينا دي حارتو دي تحرستو نعم دويل خميدة حارويو ماري ثلاثو ميدوني دي ونسي دي باطلنو قزن سا قزن هو الدكتو حريتو تحريتو قزن بو بقطورو قزن هاو خايو لو تلافع لو خد لما كلينا نغلبي نعم أتصفرستي هاوي لان تحرستو ملفونو مش غير لان كاريويتي لو كيتو كمو ميدوني قلود ميش دميناني أتصفرو كذوت عالمي اسمه كتاب غلبي أساس بيت حرست حاضرين أو قيروم لاوي فرساتي محلوفية زانو حاضرين أو قيروم صالينا نشبون دثستي توديوث الأبونا يعقوب زيران توديوث الأبونا خورو يوسف درسون الله بيلو حلمونو توديوث الملفونو شابو حنستي لوب بنيامين الملفونو جابريل حنا هاني كل أديوما هولا مورو مستقبلا لان وبشروره بصيحوين غلبي لو تعبد سمي عمر بيتي واجمستي دايفي وين هركب أرمية قوتا سلوم سمي لان كمارنو سمي اللي جريل يالي مثوستي بصيحوه مشتعلي بس في رغلوستي محدودي هاثي ستي توديوثو الكل دهولا مورو أديوما ورمح البيت فق أزولنا ليديرو دمور يحقوب دسروغ وأشلومي قوري الحسيومة تياس وكتبه لنستي شلومي مسويت موم يقرد اسيوم
هي سيكم مشانو بشلومة أثوتو سيو كمان تونلي الخوري وميدد لوتو عينو كمرنو الكوثوتو مو أثرو دو قدستي كوثوتو بيا مثاني احنا استحزينوينا دمشانيلي وحسيذن حسيو جابرييل دن حودحو ونو فرصو فيث وذعوينولي مبخصي هركي دكثو الكوثوتو ميتامو كوبينو خوريشو باسيمو ألخو الكولينا الو نهويل محسيون الو مشانيلي دكثي ملكوثو والو معاون وعميدن ستامو بو أثرو دو قدس دمناقن رعيو شاري روح رينوخدو حسيان وتكتفى ميقم وتكل دفلحي بواثر ذن برخو إسرائيل كمانو هاني وين عميدون تفايش فالي ملفونو وكمفروسي الطيبستي وميقلو دو جوني نقحري التوديوثو إيلي بشورو كوتوب وتعوبو يغلبي إيحو بيذي لفيلينا إيحو بيذي أفيلي تودي عمر بيتوخ جوني علو كوثو خير ديدوخ علو طوري يعلم ثيدوخستي وإي قرثو كولا وتودي تودي لعلم استي هوخدكم سايبري بشور عدو إيش لحظي لي دهوخا كتني ساكيني راكيدة يعني يالي في ميدي تودي ألخو علم وثو نشاقنا بين عينو ثيخو تودي لمدا برون استي داد آث نهار كيا جوما هانمي جابي من الفون تاودي ايلوخ تاودي لوم ترجمونو اي ماني تحرسي ذن باسمتو ها حكيبه مورخ لغله بيلو ايما تويق مبطلين اخذ مر لنا زوليني غام وليتو بس بدي ترجم شوي من اللي قال وحكى على برنامج الزياره اللي عملتوه اليوم كان مقرر تحضروا قداس ما صار مجال بس راحوا صلوا عنكم على استضافتكم بفريق الطابه هون بسوريا سوريو أرامية غوترسلو تمام اليوم. وحكى على زيارتكم بكرة لدير مار يعقوب السروجي عند سيدنا المطران مار فيلينكسوس ماتياس نايش كمان عم بيعزيكم بهالمناسبة بانتقال مثلث الرحمات أبونا جابرييل دنحو دحو وإن شاء الله عم بيقول إنه الله يرحم لا يختاروا كمان واحد تاني فبيعزيكم يقولكم رأسكم طيب إحنا هيك بنقول ودوره كمان قدمت تشكراته لملفونو جوني مسو اللي ساهم بهالزيارة فيني أنا كمان أشكر أما ليذا حارك مقمو بليتو عم يخمي مشري ثاث وشو ليذا حارك السؤال الأخير عم بيقول شو رح تاخدوا معكم من هالزيارة قبل ما قدمت وهيدي بصر كيف مبطلوا وبالنهاية كي كمان تمام أنا بظن إنه كل إنه هالمرة هن رح يأخذوا أكثر من ما أنا رح أخذ لأنه عاشوا الخبرة بس أكيد هن عاشوا هالكم من يوم وشافوا إنه عنا عم بيسمعوا أكثر إنه إحنا عم نحكي هاي لغتنا وهاي تراثنا ولازم نحافظ عليه لازم بس هون شافوا وعاشوا هاي اللحظة وأنا سمعت صرت من الأكثر إنه إحنا بدنا نرجع بدنا نتعلم اللغة لازم نحافظ عليها كيف هن حافظوا عليها بألمانيا هالقد الألمان صعبين بس هن قدروا بهولندا نفس الشيء فأنا بظن إنه هن إسا صار عندهم غيري أكثر منهم إنه يرجعوا ويحطوا إيدهم بإيدينا ونكمل المشوار وبحب هاي المناسبة أشكر جوني ماسو كتير اللي قدر عن جد يخطط بأسبوعين إنه ينجح هذا المشوار لمريم المساعدة تبعت جوني اللي كمان استحملت كتير وهي الفكرة بديت منا لما زرتنا بالأراضي المقدسة وطلبت منا أن تنقل الرسالة لجوني ماسو وأكيد لكل اللي ساهموا إن كان بآلن وإن كان هون والسريويوسات والكنايس مشكورين كلهم بكل محل حسينا الحب بديش أذكر أسماء أحسن ما أنسى حدا بس فعلا للكل شكر من كل القلب من الجمعية الأرامية بإسرائيل مني من آلن ومن الشبيبة شكرا طبعا ملفون هي مرلا قاموا مقمدينا عم روحا ميقم مرلا من بري إشمون ميقم مشغورين ولا عليمي ومؤديهم أعلم هنك حزل بعيني هوكي داعد من أن هوخا هنك آتنكم رحايا عايشي وميدانو صيحوني غلبة قاديري أسريو بقاوة ألمانيا هولندا دولة عاشيني ختاني أنه قدرة مدومة محافظة على الروح وخش مجوة تولي شو نيدو خش قطواعيتها وتطقو أمي دوناني غلبة كمر ميدي ألصوي وميدي مهمة بالنسبة إلى وبحارتكم قدموا التوديو ثيذا قاوة نويث لومر لأشموني مرة بقوم يقرد بلفونو جوني السود كتلة وتعبوا مش فونو مسو كتلة وتعبوا غلبة وطيوب ودي هناته واللي معدرون يثيذة إيم الفوني ثمريم بتكتوا أور النية ذاك مهم وتكتوا جابا دنقيلة يجرتاتي لوم الفونو جوني بتقاديري تكمر بزبنو كاريو دموطلة لحدوذة
فاكم ولك بعون دمونك مشكرون وعام وكولا إيكودا زانب هولندا بالمانيا بآل أدوكو تدحزلن كله بقدم وأتوديو ثذا ما عم قيدوله بو لومي دباسيمو ليطوو ثتكمر دحزيلن بدكو ثاني كملخو مكل مكله با وبش مديك نشتو روميتو بإسرائيل كملخو تودي ساكي تودي احنا غلبي في صيحوينا دافيتو لركي مشرور غلبي تودي كمش طبهرينا بأحواث وحونا نمديدا قلت لنا وخبوا وثروا إسرائيل هو إن بو عراق بسوريا يحذو يثد قلت لنا عم حذو ذا وخدم دومو أحنا نقد زانو سمينا ما شريوث التامو هنك دوث نقل حريتو ماينا دولة هو الدولة لتني ديذا نانك أحدو دانا صاص لتني ديذا دان تان دا دولة دموري دا دولة نحنا إلا نايكو دوينا كل نحانا احنا تحومي ليت بينو ثينا لت لنا احنا تحومي وخد طبعا الفون ماروي كمان عم بيأكدوا على مدى يعني بالغ ساعات وسرور وكمان شخصي وبشكل عام يعني بزيارتكم عم بيقول انه يا ريت انه الامور هاي تستمر انتم بتزورونا احنا بنزوركم لنثبت للكل انه هالحدود هي حدود مصطنعة بين هالدول احنا ما بيفرق شيء بيناتنا ان شاء الله بنتبع طول مع بعض مدحرون طاعت كيتو كتلان ستيديسا شلومي هاركي بس هانو ميدي ديلونو ونو استفاشنا دومورو من صبرو سنغول listen everybody this is touching my heart here in Alaska, I'm the only Serioyo or a Moyo. So he's giving your greetings to you all from Alaska. Thank you. ويقرون نايلو مرطعين دو بين شلومه مرهول شلومه غلبكم يا قرنو ومثيادة داثي الستوديو تاودي غلبه تاودي يام فرجونم يا قريق الحزال خود تحرسه بشرورو ديلو نويتو واخد مورو اللي بيقاميتو احنا سلو عينا ميدا غلبي على عاميدا كتيو بإسرائيل غلبي في صيحوينة اذعينا اديو ما هاولن شمو اذحثو زد وكل خصيق متياقنو مع جبخو هاثيو اي سوريو يثو هاو خايق لازم وينا كولن مصر بحذوذي بحينا دولة هوينا أتحومي ذا الدولة لتنا ديذن احنا ايكو دوينا دو عراق احنا نا اسرائيل احنا نا سوريا احنا نا برازيل ايكو تكتنا ببريثو كولا احنا نا احنا حانا وحطو عنيوثو كولا هايوتكم حيذولا أتحومي لتنا ديذن أتحومي ذا الدولة حرينيني علوخا غلب صيحوين ديو متقادرين محوين اخو اسي احتاثي دانا حوثو دانا حنوني ذن دي علم مثيذن داث من اسرائيل غلب صيحوين ابي بشرورو وني شيدن هانو كلن دوينا حا وني شو دحيو ذا سريو تيبلويو هاو خايو دمحاي ذو عام ايضا احيو ذايدا نحضر ايضا كله تقيمي عم حذوذي ايذو بيذو تحيصينا حذوذي تحيصينا اولي شو نايدا ايوم ثايدا دوبينا مورال حذوذي هاثيو يسريو ايثو مع اللوخة تحثميني تحرست ايضا ادلاليو بزمرتو دعموم يقرو ماتاي والخوستا يوموثو باسيمي وفوشون بشلومو تودي غلبي لم يقرو فريد لم يقرو جورج لم يقرد من ايبلا لنحو هذو كل العائلين كل خو تودي غلبي كل نقاك تقودوك ثو بستوديو سيريوسات كل نقاتوخو تودي شيرين
شمعك وفوش رينا اليوم فيذان كوتو عينا أخذ شمعك وفوش رينا